ورجعنا مشاهدينا مكملين معاكم باقي فقراتنا او اخر فقره معانا اليوم ميكسولوجيست، يعني اول فود تراك انا اشوفها بصراحه بهذا الجوال كله. معانا محمد وعبد الملك، اهلا وسهلا فيكم. انتم مؤسسين للانفاس التنين اللي هو الدراجون بريث. دراجون بريث، دراجون واحد ولا دراجونز؟ دراجون بريث. طيب على ايش قائمين انتم؟ ايش قاعدين تسوون؟ احنا قائمين على السناكس مع سائل نيتروجين. حلو، نسوي لهم ميكس سناكس مع سائل نيتروجين. اي نعم، عندنا انواع سناكس. اي نعم، نضيف لها سائل نيتروجين بحيث ان الواحد ياكلها يصير يطلع بخار من فمه. او ماي جاد، ابغى اجرب ترى. طيب يعني انتم تسووا العصيرات الميكس كل احنا عندنا حاجتين. ايوه، الحاجه الاولى هي المشروبات، مشروبات مختلفه بنكهات مختلفه وبرزنتيشن يعني يكون مميز. بس التخصص هو دراجون بريث، نفس التنين، نفس سناكس التنين. مختلفه بنكهات، يعني دائما نجرب حاجات جديده مختلفه فيها. وتكون المميز فيها ان هو النيتروجين لما ياكلها الواحد يطلع بخار من فمه وخشمه، ومن هنا جاء الاسم نفس التنين. ايوه. طيب ايش هي النكهات اللي عندكم؟ حاليا موجود عندنا الفشفاش، الكوتن كاندي، في عندنا عدة نكهات، وبسكوت بالشوكولاتة، دائما في عندنا نكهات مختلفة. طب يا عبد الملك لو تقول لي يعني مثلا هذا البينك بايش؟ هذا الكوتن كاندي. هذا كوتن كاندي، بما انه اليوم العالمي لغزل البنات انا اختار كاندي. هذا كمان. طيب كلمنا عن النيتروجين اللي بتستخدموه، يعني بتستخدموه هل له طعم؟ بيخلي فيه طعم في الاكل ولا لا؟ لا، النيتروجين عديم الطعم. أوكي. بس انه يكون بارد علشان النيتروجين. يعني حيخلي الاكل بارد مره يعني. إيه، يتجمد تقريبا. طيب ورونا كيف تسووا هذا النيتروجين. هذا هو سائل النيتروجين، يتجمد. واو. طب هذا مو خطر يا عبد الملك؟ يموت. لا كيف لا؟ اذا بيجمد الشيء في وقته اهو، احنا شفناه هذا تجمد في لحظه. النيتروجين ما هو مضر. ايوه، بحيث ان الحين الواحد يصير لا ياكل النيتروجين ما يكون سبيبي. لا ابدا ابدا، مصرح من نهايه الغذاء والدواء. حلو. هو طيب. سائل بس الحلو في النيتروجين انه بس يعني انا شفت حلو حطيته في الكاسه. لا، النيتروجين درجه غليانه 196 درجه تحت الصفر. فاول ما يتعرض لدرجه حراره طبيعيه يبدا يتبخر بسرعه. واو. فهذا اللي يصير انه اصلا هو بس يجمد لمده ربع ساعه وخلاص. وين شفتوا الفكره وكيف بداتوا تبتكروها؟ لا ريم للكاميرا رجاء. اوه ما هذا ما هذا يعني مره بارد. ايه بارد درجه يعني طعم الكريسب متغير بالمره لانه هو طعم الكريسب بس تحسين متجمد. بارد جدا. واو. طب هذا النيتروجين شوف هو تحت زي المويه ده ولا هواء بس؟ لا هذا هو سائل النيتروجين. هذا سائل النيتروجين هنا اهو. الله كاس شكله مره كيوت. بيطر واحد ثاني. تفضل يا عبير. هذا الكوتن كاندي. انت اول. انا كوتن كاندي. كوتن كاندي. اوكي يلا. وهذه العصيرات حقتنا. واو. اي هذا السفن، وهنا العبير. هذا العبير يعرف اذا هذا السفن. كيف يعني الواحد هذا السفن؟ يعني احنا الزبون يختار العصير اللي يبغاه. يختار سواء كان يبغى مشروب فيه المشروبات الانرجي درينكس او السوفت درينكس او فيه السناكس هذه اللي هي نكهات مختلفه. سواء من سويتس ولا من سولت. طب انا بدي اعرف يعني ايش اللي جاب الفكره دي في بالكم وقلتوا خلينا نسوي ذا الموضوع؟ هي البدايه كانت من مقطع فيديو شفته انا في الانترنت. هذا حقي؟ ايش معنى؟ شفته من واحد من يبغى يجرب كوتن كاندي. بعدها جيت عند عبد الملك على طول، رحت عنده حسب خبرته هو في مجال البزنس. كذا بارد؟ مره. او ماي جاد. دخلنا انا وياه دورنا محلات نبغى نشوف اللي هو تقدم. هذا عادي ممكن نحطه في فمنا. حلو. بعدها جتنا فكره اللي هو نفتح اللي هو البوت. حلو. طب كيف لقيتوا اقبال الناس على هذا الموضوع؟ جدا جدا جيد جدا. حلو. انا اكيد الناس تحب الاشياء الغريبه. الاشياء زي كذا صح. بس بارد يعني يمكن في الصيف اكثر. في الصيف جدا ماشي سوقه، حتى في الشتاء يعني الحين لسه مخلصين لانه هو برود ماشي سوقه. لانه هو برودته مو زي الايس كريم اللي البروده تنزل على المعده ولا الحلق او زي كذا. أيوة. البروده بمجرد ان يتبخر ما يمديها من يوم ما بحط خرق. اصلا بالضبط بتطلع. تروح البروده مباشره. انا للحين ما طلعت دخان نهائيا. ليه بيطلع معاهم دخان وانا لحظه ايش كمان ابغى ادوك؟ انا اسناني حساسه. الله يهديك يا محمد. اسناني حساسه وهذا مثلج يعني. كيف شفتوا اقبال الناس؟ اكيد بعد الحركه لو سمحت يا كاميرا مان القط.
القطها يا معاذ تفضل. الاقبال جدا يعني ممتاز، الناس حابه الحركه كثير. في ناس يتابعونا على السوشيال ميديا ويعني وين ما نكون يجون معانا على طول. علمني كيف اطلع الدخان من خشمي. طب استني انا ابغى اسال سؤال. اسك فمي؟ ايه سكري فمك وتنفسي مع خشمك. مين فيكم اللي يعني يعني فكر في درينكس ومين فيكم اللي فكر في سناكس؟ احي الله هذه طلع ثلج. جبنا الفكرة من السوشيال ميديا. شفت أيوة أنت قلت من السوشيال ميديا بس ككل؟ إي هو أصلاً يعني كلها نفس الشيء سواء كانت من سناكس أو من مشروبات كلها يعني ماشية في نفس الخط. أنتوا ليكم قديش بدين في التراك حقكم؟ يمكن ست شهور. ست شهور بس في الرياض هنا ولا؟ لا بس في الرياض. طب ما تفكر أنكم تسووا مثلاً توسعوا من نفسكم خصوصاً أن الناس حابة يمكن الناس جايه تتفرج اكثر ممن انها تبغى تشتري انه عاجبها الموضوع يعني صح. احنا عندنا يعني جانب الشو في الموضوع يعني نعتمد كثير على جانب الشو في الموضوع وممكن فيه بعدين نتوسع في المجال هذا. حاليا بس ايفنتس نشارك في ايفنتس ونعمل شوز هناك وبرضه عندنا خدمه حفلات والمناسبات والتوصيل. طب ابغى اسال كمان يعني يمكن الناس تخاف من اذا كان في مخاطر خصوصا الاطفال يبغوا ياخذوا ذا الشيء. هل هذا الاكل اللي بتحطه معاه النيتروجين مثلا الواحد لما بياكله هل هي مخاطر اعراض جانبيه لا. ممكن تاثر فيها الطفل او شيء؟ زي ما انت شفتي هو بارد بس بارد جدا فاحنا طيب دائما نعطي تعليمات على الموضوع. انا لزقت الفمي انت عارف؟ احنا دائما لا لا حقيقي عبد الملك يعني انا دحين عشان اخذت واحده وقعدت اضحك وقفلت فمي عليها احس سقف حلقي تحرك. قديش حياخذ وقت عشان يتعافى؟ لا مو كثير عادي زي اللي ياخذ يعني رشفه حاجه بارده يعني بسيطه. طيب عشان اطمن يعني انتم مسوينه كمان من نوع شيء جديد مختلف. احس انه اهم شيء انه ما له مضره تستخدموا الاكل الاطفال طالما انه احنا دائما يعني لما يكون في طفل صغير نبدا نقول اهله ترى بارد جدا حاول تخليه شويه لما تخف البروده شوي او اذا كان ما يناسب له لانه ممكن يعوره اذا كان طفل صغير مره اقل من 3 سنوات ايوه ممكن صح لان الواحد لازم ينتبه لازم يتمسك الكاس بمكان معين اللي هو من ورا الكرتون ايوه صح عشان كذا اشياء بسيطه لكن بشكل عام هو ما في اي طبعا. عبد الملك انت قلت لنا كمان اضافه الكوتن كاندي هذه حركتكم بس اليوم انت حبيت تسوي إن هي عشان اليوم العالمي للكوتن كاندي يعني مره شكرا والله انا عبد الملك من جد يعني انا انبسطت وهو فعلا ختامها مسك انا جدا انبسطت. خميس صح فعلا خميس انتوا مره كويسين في يوم الخميس كذا لازم كشتة تطلعوا كشتة نطلع كشتات واو لازم في البرد هذا لازم والله بالعكس في البرد يا جماعه ما تخيلوا البروده كذا مع الجو الدنيا اوريدي بارده قد ايش شيء لذيذ. انا اهنيكم بالله الله يخليك. الله يخليك انا اتوقع يعني انتم في موسم الصيف هو الهاي سيزون الناس تنبسط بالدخاخين وبال طبيعي حتى في الشتاء حتى في الشتاء الحين ماشي سوقها اي في اخر ايفنت ماشي سوقها جدا اكيد اكيد طبعا في ناس يعني كثير انا اتوقع ممكن يكون يعني زي مثلا انا عادي اشرب بارد في الشتاء ما تفرق معي فاتوقع في ناس ده لسه بيمشي لسه البرد لسه يفضل البروده تفضل كم من يعني وقت صح؟ ربع ساعه يعتمد برضه على درجه حراره الجو أيوة. بس بشكل عام ربع ساعه بس انه الواحد لازم ينتبه لما يمسك لانه من جد من جد من جد مره متلج يعني سبايسي. احنا يعني خلينا نختم عشان نقدر نكمل ندوق يعني كل الاشياء الموجوده. محمد وعبد الملك ميكسيولوجيست ميكسولوجيست انفاس الدراجون انفاس التنين هي هذه الاشياء اللي صارت بالضبط. شكرا لوجودكم معنا اليوم شكرا لكم مشاهدينا. احنا كده وصلنا لختام برنامج سيدتي اليوم. انتظرونا بكره في نفس الموعد. مع السلامه في امان الله.